بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل إن شاء الله شابتر 2 الخاص بأول نوع من أنواع الـ internal forces ألا وهو الـ axial load. تحدثنا عن مفهوم distresses، كذلك الأمر تحدثنا عن مفهوم deformation، وذكرنا أن كلا الأمرين مطلوب جدا في عملية الديزاين. فلا بد من أجل عملية الديزاين أن تستكمل أمرين. الأمر الأول أن اللو بالستريس للمنبر يكون أعلى من قيمة الأبلايد ستريس، أو الأبلايد ستريس يكون أقل من اللو بالستريس. والأمر الثاني أن الديفورميشن يكون within acceptable range. تحدثنا عن معادلة الديفورميشن وقلنا أنه هي طالما أنه سيجما تتناسب طرديا مع إبسلون، معنى ذلك أنه ممكن نلاقي كونستانت يخلي المعادلة تساوي، وهذا المعادل أو هذا الكونستانت هو عبارة عن المودلس أوف إلاستيسيتي، فصارت المعادلة تساوي سيجما تساوي إي في إبسلون. ومن خلال بعض التعويضات البسيطة، على سبيل المثال عوضنا عن سيجما بي على إي، وعوضنا عن إبسلون دلتا أل على أل، استطعنا أن نوجد أن قيمة دلتا تساوي بي أل على إي في إيه. وإذا بتتذكروا اللي هي هاي المعادلة بي أل إي في إيه، وقلنا هذه المعادلة تتكون من ثلاث شغلات. الشغل الأول اللي هو عبارة عن فورس، وهنا بتمثلها اللي هي قيمة بي. الشغلة الثانية اللي هي شيب بارامترز، وهنا اللي هو الشيب بارامترز في هذه المعادلة اللي هم أل و إيه. الفاكتور الثالث او الامر الثالث اللي هو ماتيريال بارامتر، وهو عندنا هنا اي. وشفنا كيفيه حساب الديفورميشن سواء كان ديتيرمنت او ان ديتيرمنت، شفنا كيفيه اللي هو او كيف ممكن نستغل الديفورميشن بمعنى ادق، نستغل الديفورميشن من اجل حساب الان ديتيرمنت او تحليل الان ديتيرمنت ستراكشر وحساب الرياكشن لها، ومن ثم حساب الانترنال فورس والانترنال ستريس، وبالتالي اللي هي المعلومات الاساسيه اللازمه لعمليه الديزاين. ووصلنا لعند اللي هو الثيرمال ستريس. لو جيت في عندي بار وضعته بين تو سبورتس طوله ال وجيت سخنته، بلاحظ انه في الوضع الطبيعي لو احنا اعتبرنا انه احدى السبورتس ازيلت نتيجه عمليه التسخين، بيصير في عمليه استطاله. شو اللي بيمنع هذه عملية الاستطالة؟ بيمنعها عملية اللي هي إيش؟ وجود السبورت، بترجع الاستطالة أو بتحافظ على الاستطالة بحيث أنها تكون صفر. إذا كان الكروس سيكشن للممبر هذا جيد وضعه كويس، بنلاحظ أنه بضل ستريت، لكن بيتولد في داخله ما يسمى أو اللي هو الاستريسز. من وين أجت الاستريسز؟ لأنه يعني في عندي استطالة، الرياكشن منعها، معنى ذلك وكأنه في فورس تولدت على اللي هو ايش؟ الرياكشن بي. ولما بدي اجي اخذ summation of x بتساوي 0، بالتأكيد هتكون ار بي تساوي ايش؟ ار اي. طالما انه صار في عندي هنا رياكشنز، معنى ذلك انه صار في عندي ايش؟ internal stress. طب لو كان مقطع هذا المنبر صغير زي سلك، بنلاحظ انه صار في ايش؟ انبعاج، صار في عملية ايش؟ انبعاج. وهذه حنفهمها بشكل تفصيلي لما ناخذ الكولومز، لانه هذا المنبر هو عباره عن كومبريشن منبر. لما ناخذ الكولومز هنلاحظ انه احدى عوامل الانهيار اللي بيصير في الكولومز اللي هي الانبعاج، انه يصير في تقوس الباكلينج، يصير في تقوس في اللي هو جسم الكومبريشن منبر اتسلف، يعني بنلاقيه انه ايش؟ قوس. اذا تمبريتشر تشينج result in a change in length or thermal strain, there is no stress associated with the thermal strain unless the elongation is restrained by the support. بمعنى انه لو كانت هذه بعيده شويه، يعني لعندي لها الممبر بعيده عن بي وسخنا، لا يمكن ان يتولد ستريس الا اذا الطول اصبح مرتكز واصبح هناك ممانعه من قبل السبورت بي لعملية اللي هي الاستطالة. لذلك في كثير من الستراكشرز، بالذات الستيل ستراكشر، بنخلي إحدى
سبورتس عبارة عن هنج أور فيكست، والثانية عبارة عن رولر. ليش رولر؟ عشان نخفف من تأثير، أو يعني في بعض الأحيان ممكن نلغي تأثير اللي هو إيش؟ temperature. عملية تحليل الثيرمال ستريس عملية سهلة بسيطة، أسهل من اللي هي القوة. تحليلها دلتا تي اللي احنا شايفينها هان هي عبارة عن متغير بنسميه ألفا اللي هو الثيرمال كوفيشنت، وهذا يتغير من ماتيريال إلى ماتيريال، يعني يعادل مين؟ يعادل إي وين؟ هناك في المعادلة اللي هي دلتا تساوي بي ال على اي في اي. اذا الفا تعادل اي لانها لها علاقة في الماتيريال، دلتا تي تعادل الفورس اللي هي بي، وال اللي هي بتعادل الشير بارامترز. اذا برضو هنا في هذه المعادلة لاحظوا انه ايش هاي معادلة دلتا، لاحظوا انه هنا كان في ثلاث امور: بي فورس، شير، ماتيريال. هنا كذلك الامر في عندي material force shape. اذا thermal coefficient هذا لكل مادة، للحديد له قيمة، للنحاس له قيمة، للكونكريت لها قيمة. من خلالها بستطيع اني احسب، اني اقول اللي هو عندي قيمة قديش الدلتا. لو اختلفت الحرارة بقدر اعرف قيمة الدلتا. طيب بدي اعرف قيمة الرياكشن، هلقيت بقول ما هي القوة التي تؤدي إلى deformation معاكس لديفورميشن مين؟ الحرارة. وبالتالي بقول total deformation تساوي deformation from temperature زائد deformation from reaction بيساوي zero. طيب deformation from temperature إيش بيساوي؟ ألفا دلتا تي على ال، دلتا تي طبعا مقدار التغير في درجات الحرارة، زائد deformation نتيجة الرياكشن هنا بي ال على اي في اي. من خلاله بستطيع اني اوجد قيمة اللي هي الرياكشن. نشوف هذا الكلام يعني بوضوح. هاي عندي مثال، مثال هيو بقول determine the values of stress in portion AC and CB of the steel bar shown when the temperature of the bar is minus 50 Fahrenheit. Knowing that a close fit يعني A و B تماما جايين على السبورت at both of the rigid support when the temperature is 75 plus Fahrenheit. إذن هاي الحرارة كانت ماينس 50 صارت بلس 75، أعطانا قيمة الإي للحديد وأعطانا قيمة اللي هي إيش؟ ألف. ببساطة بدي أجي أحسب أول حاجة اللي هي مقدار الزيادة في الاستطالة نتيجة الحرارة. إذا دلتا تي تساوي ماينس 50 ماينس 75 وتساوي ماينس 125. إذا دلتا تي تساوي هذه معدل التغير في الحرارة، دل ألفا في دلتا تي في ال وتساوي ماينس 19.5 في 10 أس ناقص 3 إنش، بمعنى أنه إشماله انكمش قل صغر إيش طوله. هاي الرياكشن هو عبارة عن قوة قلنا معاكسة أدت إلى إيش؟ deformation معاكس للdeformation اللي حدث في الحرارة. طيب عشان اجي ارسم لي في البدي دايجرام للشكل هذا، بدي اعمل قطع هنا وقطع هنا واشوف الانترنال فورسز في اي سي وفي سي بي. هاي الانترنال فورسز، اذا ال1 تساوي ال2، اريا 1 اعطاني اياها 0.6، اريا 2 1.2. من وين جبتهم هذول؟ طبعا من المعلومات هيها من السؤال. وهي ال1 تساوي ال2. الرياكشن at portion 2 او CB هو RB، و at portion AC برضو هو RB، اذا بيساوي بعض. و ايه هي بنيجي بنحسب لقيت الديفورميشن B1 L1 على A1 E1، B2 L2 على A2
على اي، لاحظ كله زي بعضه ما عدا ايش؟ اي. اذا وتساوي بي اللي هي عبارة عن ار مجهولة بالنسبة لنا، اي طلعناها برا، ال 12 على بوينت 6 اللي هي المساحة للأول، زائد 12 على 1.2، اذا طلعت معي القيمة هذه. هل جت هذه القيمة زائد القيمة اللي هان تساوي ايش؟ صفر في المحصل. اذا هاي توتال ديفورميشن تساوي ديفورميشن فروم تمبريتشر اند ديفورميشن فروم رياكشن ويساوي زيرو، ومن خلالها بستطيع اني اوجد ار بي. هاي ار بي. طيب طالما اني اوجدت ار بي، لو جيت اخذت سميشن اوف اكس هان، قمت عملت فيه بدي دايجرام لكامل الشكل، ار بي تساوي ار اي. طيب الستريس في البورشن سي بي هو عبارة عن ار بي مقسوم على الاريا اللي هان اريا 2. طب وفي البورشن اي سي هو عبارة عن ايش؟ ار بي على الاريا اللي هي في البورشن اي سي. هاي 18.85 على بوينت 6 و 18.85 على 1.2. هنا اللي هو ايش؟ عملية الستريسس. لاحظ شغلة بدك تنتبه لشغلة، انه الديفورميشن توتال ديفورميشن في المسألة هذه نتيجة عملية الحرارة اللي صارت عند A ما تحركتش وعند B ما تحركتش، لكن at C مش بالضرورة انه ما يصيرش ايش؟ في حركة، لربما حسب اللي هو الطول البورشن وحسب اللي هي العوامل المؤثرة الماتيريال والعوامل الألفا والعوامل المؤثرة التغير في درجة الحرارة، قد تتغير اللي هي نقطة سي من ايش؟ من مكانها. تمام؟ نيجي اذا هاي خلصنا اللي هو التمبريتشر. أسئلة سهلة وبسيطة. نشوف اللي هو الامر الثاني، بورسنز ريشيو. شو يعني بورسنز ريشيو؟ لو انا عندي اسطوانه بالشكل هذا متوازي المستطيلات، عملت له شد، هنلاحظ انه طوله ايش حيصير فيه؟ هاي الاسترسز اللي عليه سيجما واي زيرو، سيجما زد زيرو، سيجما اكس بي على ايه اللي هي قيمه هذا. هلاحظ الاتي، انه الاسطوانه او المنبر زاد طوله. طبعا لما زاد طوله عرضه اشماله قل والبعد الثالث برضه اشماله ارتفاعه برضه ايش؟ قل. اذا تغيرت الابعاد. طب هو في عليها هنا لود علشان تتغير في هذا الاتجاه، ما هي سيجما ايش تساوي ايش؟ صفر. اذا الاسترين مش مرتبط بقيمة ايش؟ سيجما. الاسترين مش مرتبط بقيمة سيجما، بمعنى انه لو كانت ابسلون واي او سيجما واي تساوي صفر وسيجما زد تساوي صفر، ليس شرطا ان تكون ابسلون واي تساوي ابسلون زد وتساوي ايش؟ صفر. بالتأكيد حيصير في انه ايش؟ الانجيشن in the length in the x direction is accompanied by a contraction in the other direction assuming that the material is isotropic، بمعنى انه تصرفها في كل الاتجاهات واحد. اذا في هذه الحالة حنلاحظ انه في، مع انه سيجما واي تساوي صفر سيجما زد تساوي صفر، لكن حيصير في deformation في اتجاه الواي وديفورميشن في اتجاه الزد، وبالتالي ايبسلون واي وايبسلون زد لا يساوي صفر. هذه العلاقه من خلالها استنبط ما يسمى بوسنز ريش، اللي هي لاترال سترين على الاكسيال سترين. ايبسلون واي على ايبسلون اكس تساوي نيو، وايبسلون زد على ايبسلون اكس هي تساوي في نفس الوقت ايبسلون واي على ايبسلون اكس، وميو هذه برضو بارامتر أو خاصية من خصائص الماتيريال. إذن بمعنى هي ثابتة بثبات اللي هي الماتيريال، لا للحديد قيمة واحدة، لا الخشب قيمة واحدة، لا البطون قيمة واحدة. إذن كم بارامتر بيصير متعلمين للماتيريال؟ ثلاثة.
اول واحد الالاستيك او المودولس اوف الاستيسيتي، ثاني واحد ثيرمال كوفيشنت اللي هو الفا، ثالث واحد البوسنز ريشيو. هذول ثوابت بثوابت اللي هي او بثبات الماتيريال. طيب هذا الكلام البوسنز ريشيو بيقودني لوين؟ لحاجة اسمها generalize of Hooke's law. لو عندي element بالشكل هذا مكعب واحد في واحد في واحد وعرضته لإيش؟ لستريس من كل الجهات، حيزيد هنا بمقدار واحد زائد إبسلون إكس. طبعا ليش إبسلون؟ لأنه أنا إبسلون تساوي دلتا، لأنه دلتا على L، إبسلون تساوي دلتا على L، فال تساوي واحد، فإبسلون تساوي إيش؟ تساوي دلتا هنا. كذلك الأمر هنا واحد على زائد واحد زائد إبسلون واي، وهنا واحد زائد إبسلون زد. ممكن يكون بيستطيل وممكن يكون إيش؟ بينقص. إذن الجنرال لو لا الهوكس لو، جنرال فورميلا أو جنرال شيب للهوكس لو هو عبارة عن إبسلون إكس تساوي بلس سيجما إكس على إي ماينس بوسنز ريشيو في سيجما واي على إي ماينس بوسنز ريشيو في سيجما زد على إي. إذن مقدار التشوه اللي صاير في إيش؟ في اتجاه إكس هو عبارة عن تأثير الاسترس في اتجاه إكس ناقص تأثير الاسترس في اتجاه واي ناقص تأثير الاسترس في اتجاه زد. كذلك الأمر بالنسبة لواي، إبسلون واي تساوي ماينس بوسنز ريشيو سيجما إكس على إي بلس سيجما واي على إي ماينس سيجما أو بوسنز ريشيو في سيجما زد على إي. الإبسلون زد تساوي ماينس بوسنز ريشيو في سيجما إكس على إي ناقص بوسنز ريشيو في سيجما واي على إي بلس سيجما زد على إي. لاحظ لما كانت هنا إكس الموجب الوحيد هو سيجما إكس على إي والباقي مضروب في بوسنز ريشيو وإشارته إشمالها سالبة. هاي هنا واي الموجب الوحيد هو إيش؟ واي والباقي مضروب في بوسنز ريشيو وإشارته سالبة. هاي هنا زد نفس اللي هو الكلام. هذا بنسميه القانون العام لهوكس لو اللي بيحسب لي الديفورميشن لو كان المنبر معرض لقوة من وين؟ من كل الاتجاهات، وهنشوف مثال على هذا الكلام. كذلك الأمر هذا الكلام بيؤدي إلى أنه نتيجة التغير في الأطوال الواحد واحد 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 هذه اللي حكيناها تغير الطول الأصلي كان واحد لربما زاد لأنه إبسلون إكس هذه ممكن تكون قيمتها دير بالكو نتيجة اللي هان إما أن تكون قيمتها موجبة إذا كانت سيجما إكس على إي أكبر من هذول القيمتين أو أن تكون قيمتها سالبة والله إذا كان هذول أكبر من مين؟ أكبر من هذه القيمة وكذلك الباقي. إذا ممكن يصير زيادة في الطول أو نقص في الطول. فلو بدي أجي أحسب الحجم في الأول كان واحد في واحد في واحد أي اللي هي هاي واحد طيب ناقص الحجم الجديد اللي هو عبارة عن واحد زائد إبسلون إكس في واحد زائد إبسلون واي في واحد زائد إبسلون زد. هذا بنسميه التغير الحجمي اللي هو إيه؟ Change in volume. حجمه كان في الأول واحد في واحد في واحد هايو هنا تغيرت أبعاده صار الحجم الجديد الرقم هذا في الرقم هذا في الرقم هذا وبالتالي لو طرحتهم من بعض بيعطيني مقدار التغير الحجمي. فك المعادلة هذه حنلاحظ أنه بيعطيني إبسلون إكس زائد إبسلون واي زائد إبسلون زد. عوض عن كل وحدة من هذولا من الجنرال هان اللي موجود هنلاقي انه بنطلع في ايش؟ في القانون الاتي اي تساوي واحد ناقص اثنين بوسنز ريشيو على اي سيجما اكس سيجما واي سيجما زد. لاحظ هذه القيمة هذه القيمة لنفس الماتيريال اللي احنا قلنا البوسنز ريشيو ايش مالها ثابت واي اللي هي المودلس او فيلاسيتي ايش مالها ايضا ثابت تمام. اذا for element subjected to uniform hydrostatic pressure بمعنى انه سيجما اكس تساوي سيجما اي وتساوي سيجما واي تساوي سيجما زد بصير عندي هنا 3 اذا 3 في 1 ناقص 2 نيو على اي سيجما ايش تساوي بي على اي. طب والاي قديش 1 في 1 اذا هاي بي
هنا. إذا إي تساوي بي على كي، كي هو عبارة عن القيمة هذه اللي هي 3 في 1 ناقص 2 نيو على إي، وهي كي اللي هي مقلوبها، فبنسميها هذه بالك مودولس. ولاحظ انه برضه هذا الاي ثابت والنيو البوسنز ريشيو ثابت، فالبالك مودولس لنفس الماتيريال ايش ماله ثابت. هاي رابع بارامتر بنستخدمه ايش او بنوجده في الماتيريال. الاهم حتى الان على الاطلاق 2 او 3 خلينا نقول، اهم واحد اللي هو المودولس اوبلاستيسيتي، يلي في الاهميه البوسنز ريشيو زي ما حنشوف استخداماتها، ومن ثم الثيرمال كوفيشنت والبالك مودولس مش كتير بمر علينا في ايش في اسئله. هذه القيمه البوسنز ريشيو من هنا من هذه المعادله بنستنتج الاتي، انه دائما هذه القيمه نيو زيرو لنص، قيمتها من زيرو لايش لنص. طيب نيجي للنوع الثاني من انواع اللي هو الستريس، الشير ستريس. الشير ستريس لو في عندي انا كيوبيك اليمنت سبجكتد تو شير ستريس ويل ديفورم انتو رومبيد اللي هي معين شكل معين حيصير. كروسبوندينج شير سترين از كوانتيفايد ان تيرمز تو تشينج ان انجل. الشير هيو لما اجي انا أأثر بقوة مقدارها تاو واي اكس أو اكس واي، هلاحظ إنه صار في انحراف، المربع اللي كان على شكل مربع صار على شكل معين أو معين، بمعنى إنه زوايا إيش مالها؟ اتغيرت، وبالتالي هناك كان الطول اللي حيتغير، كنا نقول سيجما تساوي او تتناسب طرديا او دلتا، يعني اللي هي سيجما تتناسب طرديا مع مين؟ مع ابسلون. ابسلون كانت اللي هي مقدار التغير في الطول. هنا نفس المعادله، شير ستريس اللي هو يكافئ هناك سيجما، اف اللي هي الكونستانت اللي تكافئ هناك الاي، وجاما اللي هي التغير في الزاويه اللي هناك تكافئ مين؟ السترين. طيب هذه اف اللي هي فانكشن يعني التغير، تساوي كونستانت في هذا. ايش هو الكونستانت هذا؟ قال لك اللي هو بدال المودولس اوف الاستيسيتي مودولس اوف ريجيديتي. اذا هي خامس او هي رابع او خامس بارامتر بنوجده، وهذا مهم كثير برضه، مودولس اوف ريجيديتي. اذا عشان احسب الشير ستريس بدي لو عرفت الزاويه مقدار التغير في الزاويه هاي ها جاما اكس واي، وضربته في الشير مودولس او المودولس اوف ريجيديتي لمين؟ للماتيريال، بكون حصلت على قيمه الشير ستريس اللي هي الموجوده عندي. ها مثال على هذا الكلام عشان الامور تصير اوضح. Rectangular block of material with modulus of rigidity of 90 KSI is bonded to two rigid horizontal plates. في عندي هاي rigid horizontal plate فوق وتحت rigid horizontal plate هيها، وهنا في عندي flexible material يعني material ايش مالها؟ modulus of rigidity لها 90. Lower plate is fixed. هاي اللور البيت هذه اللي تحت ثبتناها، غرناها هنا وثبتناها ما تتحركش، واللي فوق اثرنا عليها بقوه مقدارها بي. Knowing that اللي فوق هذه تحركت بمقدار 0.04 انش under the action of the force. بقول لك determine average shear stress او strain in the material the force be exerted on the blade. طيب الحل ببساطه، هي عندي الزاويه، ارتفاع الطبقة اللي قابلة للحركة 2 انش وعرضها 2.5 وطولها 8. نيجي نشوف هاي ارتفاعها 2 انش، تحركت بمقدار 0.04. من وين جبت ال 0.04؟ هو اعطاني اياها هاي، يعني النقطة هذه تحركت لجاي بمقدار 0.04.
وبالتالي قيمة الزاوية هذه اللي هي جاما اكس واي تساوي، طبعا لما اني بتعامل مع زوايا صغيرة جاما الزاوية يساوي تاني الزاوية، او الزاوية مقدار الزاوية قيمة الزاوية تساوي تاني الزاوية وتساوي بونت او 4 على 2. اذا جاما اكس واي اللي هي الزاوية تساوي بونت او 2 راديان، بونت او 2 طبعا راديان. تمام، هلقيت الخطوة اللي بعدها بدي اعمل اللي هو احسب الشير ستريس. الشير ستريس من تو اخذناها عبارة عن شير مودولاس في مقدار اللي هي التشوه اللي هو مقداره جاما، ويساوي 90 في 10 اس 3 في بوينت او 2 1800. طب هذا على وحدة المساحة، يعني المساحة هذه كاملة هيها اللي هي 2.5 في 8 تعرضت لشير ستريس نتيجة القوة، هي قوة موازية ايش؟ للسطح، تعرضت لشير ستريس قيمته 1800. طب بدي الفورس بي، ببساطة بقول بي تساوي الاريا ضرب الستريس. اذا هاي بي تساوي تاو في الاريا وتساوي 1800 في 8 في 2.5 وتساوي 36 كيلو باسكال. اذا هينا حسبنا قيمة اللي هو ايش؟ الفورس. Relation among E, nu, J أو G، لاحظ أنه كلهم لهم إيش علاقة. لو كان عندي أنا على سبيل المثال لو جيت منبر عرضته بالشكل هذا، أخذت رسمت عليه مربع واحد واحد وعرضته لإيش؟ لتنشن فورس، هلاحظ أنه إيش ماله؟ صار له زيادة في الطول، والعرض تبعه إيش ماله؟ حينقص. هيو اللي هي واحد ناقص قلنا بوسنز ريشو في اي ايش اكس، والطول هيو زاد واحد زائد دلتا ايش او ابسلون ايش اكس. طيب ان اكسيال لود سيلندر بار ويل الينجيت ذا اكسيال دايركشن اند كونتراكت ان ذا ترانسفيرس دايركشن، اذا حيطول في الاتجاه القوه وحيقصر في الاتجاه الاخر. An initial cubic element oriented as in top figure هيو will deform into حيصير شماله rectangular، هاي صار rectangular اللي هو المهش. The axial load produce a normal strain. طيب if the cubic لفناه على زاوية 45 درجة، هيو نفس الكيوبيك لفناه على زاوية 45 درجة وشديناه بنفس القوة، ايش اللي صار فيه؟ بنلاحظ انه الزوايا تغيرت، بمعنى انه ما صارش في اكسيل لود او ما صارش في اللي هي ايش؟ اكسيل ستريس نورمال ستريس، صار في ايش؟ شير ستريس سنه، لانه الزوايا اللي تغيرت، وطالما انه الزوايا تغيرت معنى ذلك انه صار ايش؟ شير ستريس. اذا نفس الاكسيل لود لو رسمت هنا كيوبيك هيعمل لي على الكيوبيك على سطح الكيوبيك هذا اللي هو بارالل تو ذا ايش؟ هيعمل لي elongation وبالتالي هيكون normal stress. طب لو رسمته على زاوية 45 هيعمل لي تغير في الزوايا على المنبر هذا، وبالتالي هيكون في عليه ايش؟ shear stress. من هذا الكلام لقوا انه في علاقة، هايها components of normal and shear strain are related to E على 2G تساوي 1 زائد nu، E على 2G تساوي 1 زائد nu. طيب مثال على الكلام اللي حكيناه كله تلخيص، سيركل اوف دايمتر دي 9، هذه سيركل رسمناها الدايمتر تبعها 9 انش، سكريبت اون ان ستريسد المنيوم ما كانش لسه مشدود 15 ايش انش ابعاد، سماكته 3 ارباع، فورسز اكتنج ان ذا بليد اوف ذا بلان اوف ذا فورس ليتر عملت لي سيجما اكس تساوي 12 وسيجما زد تساوي ايش؟ 20 وسيجما واي تساوي 0. طيب حيصير السترين هلقيتها في اتجاه الاكس بالتاكيد لانه في عندي ايش؟ في عندي سيجما. طب حيصير السترين في اتجاه الواي برضه بالتاكيد، او باتجاه الزد بالتاكيد لانه في عندي سيجما زد. طب في اتجاه الواي حيصير السترين بالتاكيد نتيجه اللي هي ايش؟ البوسنز ريشيو،
لكن مع انه قيمه السيجما تساوي ايش؟ صفر. اذا لحدوث السترين ليس من الضروره ان يكون هناك ستريس. من اجل حدوث السترين ليس من الضروره ان يكون هناك ايش؟ ستريس. لكن العكس، حتى يحدث ستريس او يكون هناك ذاك، لابد اذا وجد الستريس لابد ان يكون هناك سترين. اذا بوجود الستريس بالتاكيد هناك سترين. طب لو في سترين ليس شرطا ان يكون هناك ايش؟ ستريس. فور اي تساوي 10 في 10 اس 6 بوسنز ريشيو تول ديتيرمين تشينج ان لينث دايمتر اي بي سي دي ثيكنس الفوليوم، اللي هم اخر شغله اخذناها. نيجي له اللي هو تغير apply the general Hooke's law. هاي epsilon x عوضنا، epsilon y عوضنا، epsilon z عوضنا. هاي epsilon x طلعت موجبة، epsilon y طلعت سالبة، وبالتأكيد لأنه فيش stress اللي ممكن يخليها موجبة. كلا القيمتين هنا طبعا سيجما y هنا زيرو، وبالتالي كلا القيمتين هذه وهذه سالبات، فالنتيجة حتكون سالبة. هنا اللي هي ايش؟ طلعت موجب. طيب هل قد بدي اشوف التغير في الاتجاه؟ تغير في اتجاه اللي هو او في طول بي اي بيساوي 0.533 اللي هي هيها ضرب طوله 9. ليش اخذنا 0.533؟ لانه اي بي في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكس. طب سي دي في اتجاه الزد هيها ايبسلون زد في دي، هاي برضو زاد طوله. اذا اي بي زاد طوله وسي دي زاد طوله. طب السماكه اللي هي في اتجاه واي باخذ القيمه هذه وبضرب اللي هي تطلع دلتا تي قيمه السماكه التغير. اذا القطر زاد والقطر زاد لكن السماكه اشمالها قلت. طيب تغير في الحجم باجي بقول اي تساوي ايبسلون اكس زائد ايبسلون واي زائد ايبسلون زد، جمعتهم طلعت 1.067. هذا تشينج ان فوليوم. طب مقدار التغير في الحجم بروح اللي هو بضرب اي في الفوليوم الاصلي بيعطيني مقدار دلتا ايش؟ فوليوم. تمام، مقدار اللي هو الفوليوم. طبعا هناك لما اشتقينا القانون كان الفوليوم عباره عن ايش؟ عن واحد، عشان كده ايش ما ظهرش. لكن هنا هيو ظهر اي في في. ليش؟ لانه الفوليوم مش واحد. كومبوزيت ماتيريال، هذا موضوع اللي هو مهم جدا، انه مش دائما طيب انا بتعامل مع الماتيريال انها تكون ذا سيم ماتيريال، يعني نفس الماتيريال. ممكن يكون انا على سبيل المثال الكونكريت اللي هو اشهر مثال، بنلاحظ انه كونكريت زائد ستيل في بارز، في حديد سياخ قضبان حديد في داخل اللي هو ايش؟ الكونكريت. طب كيف بدي اتعامل معه؟ طب لو كان الماتيريال مكونه من اكثر من ماده كيف بدي اتعامل معها؟ هذا ان شاء الله اللي حنطرق له على اساس اللقاء القادم باذن الله. يعني الى ان نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.